إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وإن الله لمع المحسنين. إلهي آيات بدن القرآن كنت المامية دتك إحسان كالسمية أجر كودينا إلهي اللومنين إلهي أنت محسن كالسمها سميسة إنه معود أيهي. أيها الأحبة هدين ربنا إلهي إنه كوهي ليه إنه كو قرقاره إنه نلاش كوف ضيديه وحينو بهن عبادة دي إنه إنه يددن سميسة قفك مسلم كاي وحاو كحشون أيه إنه إلهي كو أركم وحو كرابي وحو كحشون أيه إنه السمين وايو إلهي أركو وحلا فرئيسكو السمين وايي وهداد وحك استيس كقد عضو وحيد هذان علماء السلوك إلهي با وحد كدكتي أهون الناظرين إليك أنت كو أركس كوليتا تصالح دادكو هداي كو أركيا ملغيا بين ترتو دزيرا كو سمش حتى بين سا لومات سلا دي سما هم ميلان لغا قرانا ينين إيدان كو قرانا ينين دادكو موت كل حيبو بيساهي إيدان كو قرانا ينك تيدو كو سمي دو والدك كو أركا يحمى ما سمين سا سوات سرورين سا يوات حشان سا حديبا يعين كاتا هاي انت كو أركا سيو إلهي كولا اللي دنين مركا قفك مؤمن كير نبتا هاي ملك استبه جو وحو الرميسين ربك طالعان ايو دبتنا وحو كحشان ايا ان ألا كو أركو وحو كرابي وحو كحشان ايا وحي إلهي فري إنو كقابيو إلهي با قرآن كيساقو منافقين ما دادا في عينيك ورمي يوحو لي يستخفون من الناس داد كي كقرسنا ينبا إلهي لي ولا يستخفون من الله إلهي سكا قرسن ما يا مركا يحاديق مريقا يانا وحما صمينا يانا وعين كان بنا آدم كو يسكا قرنا ينبا إلهي لي ولا يستخفون من الله وهو معهم إلهي سيكا محشون أيان إسوغو أل معدو أق إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وأمرك أي همين كي كو هضا أيان با إلهي لي كو همين سن أيان وحانو إلهي رالك أهين ورا وكان الله بما يعملون محيطا إلهينا سبحانه وتعالى وحي سمين أيان وردن محيط بكوية وكو كوبي. إذن مسألة دان وحي علماء دو إلهي دان مراقبة أما وحيد هذا ودوام علم العبد وأدونك أقنتي سائن رب أرك يأي تشوكت النقطة ويقين سدين ملك استو تشوك الظاهر كيسية باطن كيسبين رب أقيا سبحانه وتعالى دبتنا علمي قاس أما يقين تاسي وحي قارسيسا إنه إلهي سبحانه وتعالى كحشو دو مراقبة دي سردور وحيد حل سيسا إنه قفق من نقضه نولشي سدمانتي حيث حلسي سينو قف قمان نغضو حيث هداد سحارة شوكتو يهداد قري هستي كوچرتو يهداد ميلسكو قارسة إلهي واكو أركيا سوغيد با إلهي وحلي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلهي وأقيا وحرلوكا قلا يوحكا صوب حضا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهي عركة كسودقة يوحي كربا إلهي وأوجي وهو معكم أينما كنتم ملك استوى تشوكتان ربي ومعين والله بما تعملون بصير وحاصمين إسانا إلهي سبحانه وتعالى وأركيا. إذن وحا إلهي النبي سي محمد عليه الصلاة والسلام وتلمامي مركو خير كسمين إي إن إلهي أركيا وتوكل على العزيز الرحيم بإلهي وحتى لصارتا إله غالب كحوق بضن رحيم كأن حريص بضن الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين الله كوارك يمرك أدستاكته سلا أدستو تاكتت إيه وتقلبك في الساجدين كو سجود سن مرك آد نحس عطاء الله كوارك يه إنه هو السميع العليم با إلهي لي إنه هو السميع العليم إلهي وكم مغلية وأركية إلهي القرآن كما حكمت الماما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي وقريب من المحسنين.
إلهي وحول أي هدايا دومها ويكا ويديان دومها يقول هدايا كا ويديان وحاتكو أشاكتا فإني قريب وأنا دو هيبا إلهي لي أنا دو وأجيب يوم مغلية كي بري يبر يديس وحال ربينا لي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا صدح ما فقضوه إلا إلهي باكو أفر وأجي ربي وحكو فقيا أفر ما فقضوه هذا يفقان سي إلهي باكو شانا أما شاني ما فقضوه إلهي باكو لها عد كستا إن كبدا إيا إن كيريتونا ما فقضوه إلهي لا إلهي يدتك معودوي إذن قفك يقين صدا إنه إلهي مروى البطال عنيه يقين سدى ربي إنه كحش عضه يقين سدى إن إلهي إليه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حبل الوريد كوا كان كم بان وقدونا هيبا إلهي إليه قفك سدى يقين سدى نبو عليه الصلاة والسلام حلية مثلا ممكن سلاة تكون إنه سدى لإنه لي قلبي إنه حاضرية حديث شيخين كوي وريني بخاري مسلم بكوي يا الله إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه ورمتكين هدو استاقوا وربعين تكادوا ورهوك سنة دا إلهي بالله أضلا يا آية بل إلهي بكو جوابي الحمد لله رب العالمين مركة هذا رب إلهي حمدني عبدي أدوان كي قبائي مهدي الرحمن الرحيم مركة هذا أيا رب كو جوابي مالك يوم الدين مركة هذا رب كو جوابي إياك نعبد وإياك نستعين مركة الهدى ربي كو جوابي إذن مركز طوء آت إلهي بالي أدوك إيواي مهدي أدوك إيواي أماني أدوك إيواي إويني أدوك إيواي وحاولي مواوحي نود حياني أدوك إيواي إيواي دي سوى حد دونتو مركة صاد بلاوي سيهدنا السراط المستقيم وحد إلهي ويدي سيني سوى كان سيدا أوغيد روايات كقاركود نوحي لي فإنما ربه بينه وبين القبلة ربك أدق يا قبلة يدين الحياة يعني وكل دوية هاي وكان النبي تلمامي إنه إلى هير سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي أدون كي يوحي كم لا يستوى بناه ما له هذا أدو ربك كم لا يستني سينتول لقي هل كاسم كوتشو جابا إلى هاي لي هذا دي حسته وأنا كحسي نفط هذا دي كحسته أنا تيدا كحسي هذا ضد لحدي كحستنا ملأ كخير بدن من كاحس هدا تاكي سودا واتبا إلى هاي لي هاي وحنكو سودا وانا يا ردن هدا ردن يسودا واتنا باع شوق بنكو سودا وان هدا تصعد يقول ما دنا نور ديا كوي ما بر بلي يعني واحد رب التلمام يا مركز تا انت انه ينقو الله وشر سنه ان كدو انه رب سبحانه وتعالى هو غاب المريري محمد بن نضر الحارثي هيا وحو marku dadka u yimaad ciriiri dareemi jiray bay raadeen markaas abu usaman la yiraahdo wuxuu ku yiri kaanaka takra antuta ahad mudayna nabaysan sabayn lagu yimaado ha buu yiri amma tastawhish bi marka waydi oo marka aad cilada joogto maad cilada dareemin marka aad cilada joogto miyaad cilada dareemin buu yiri sidaan cilada u dareema buu yiri anigu rabbiga xusaya مالك بن مغفل نين لا يراهدو اسنا و خليهي غورغيسو كليغي فريسن جيرم كاساي دادان مياد وحش دريميني كلينيمو او ما كلينيمو دريما بو رقف الهي لا هادليا قف ربي الى مناجونيا ميا كلينيمو دريما رك بدن باي كسو اوروريان كلمات عين كاسا حتى فضيل بن العياض بو واخا لا شغاين و رها طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه waxa fiican buu leeyahay ama waxa wanaag helay ninka dadka istayxaashka ka qaada dadka la joogisaan macaansanin ee ilaahay subxaanahu wa ta'aala la joogisa macaansada laakiin culimadu waxay raa martabadan waxa ka sarreysa martabada anbiyaadka oo ah isagoo khalqi qura waxay xaq u lahaayeen siinaya ayuu haddana rabbigi ku xidhnaa isagoo dadka dhex jooga nabiyullaahi muhammad alayhi salaatu wa salaam isoo kulli dhi haqin haqiisa siinaya oo dadka la jooga oo la yiraahdo magaalada adoontu gacanta ka qabsatay oo mu ka tagi jireen la ilaayo danteeda u dhameeyo
وعرورت السلام أيو عد والبلجوجا أيو هذانا أهم حي مدانو قوين حديد كورب يجيل ليه سادة ردد به حديث كترمذي أبو داود به ورينا يان عبد الله بن عمر وحليه هاي نبي عليه الصلاة والسلام فرقة ونلف فريستو مرك قاركود بغل شربان وكترين شرناي سقوله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم إلى أهو الدم بيجي قناف وطوبة دايقا أغبر أدقا التواب الرحيم إسلام ركا حديث كلا صحيح المسلم كوكلا إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة إلهي سبحانه وتعالى بقول معنى دوام حي إساقو النبي قد دتك لفرني ودتك لتشوغة أيو ولي إساقو إلهي حسي شري هل كأي دتك علماء دينو كسو نقلين الربين إني قارو بحانو محي سمالة محايدة أنك أسواسك بورك الله ما هو زاهد ما هو دادكو كاقواي نعم دادك دم بيقو دا مركو وتاقواي وسك كاقواي لكن كاوحا كاسيفي عن كدادك نالتشوغا وحينا قبانا لكن أن دادكو ملمينين سوغو دادك لتشوغا وردين سوغو دادك لتشوغا إلهي كوحدان سوغو دادك لتشوغا أنا أقبالين ونحمد قيستو سوغو دادك لتشوغا وناقو سمين كاسا كاسي سرعي marka uu nabigu gaarkiisa u baxana de ilaahi buu ku xidmi jiray midala salaada caadiga markuu tukanayo wuxuu ilaalin jiray dadka haajada qaba yani jamaa'ada muslimiinta haymaan iyo qof weyn haymaan iyo qof dhaifa haymaan iyo qof buka haymaan iyo qof dan loo degdegaya in lagu daaliyo marka ma aha faradka caadiga hadda de wada dhalinyaro wada xoogantiin oo idinku gaar isugu baxdeen waa taas waa inta doontaan ba ka dhigan karta laakiin masaajida caamka ee dadka tirada badan la joogan dadka in xoog loo daaliyo ma laakiin nabigu muxuu sameen jiray markuu isagu tiisa gaarka u baxo ayu salaad dheer tukan jiray inaga waa aqsiga waxa laga yaabaa faralka in la yaro dheereeyo laakiin sunnaa in faatixadu inaad ku tukato ama bi rabbina iska ugu dheereeya oo akhriyo waa aqsiga waxay ahayd tan baad xor tahay sunnada cidna adiga naftaada aamiru ah adiga xor ah saa daraaddeed buu ibnu mascuud baa wuxuu leeyahay xadiis saxiixan ku yaala nabiga calayhi salaatu wasalaam oo habeen tukanaya ayaan sidhi buu yidhi war nabiga iskaga xidho dabeetana waa taagnidiiba wuu ka bixi waayey buu yidhi xataa hamamtu biamri suu'in buu leeyahay ibnu mascuud ilaa aan ku hamiyey arin xun markaa sayda waa maxay arrinka xun aad ku hamimiday waxaan ku hamiyey buu yidhi nebigoo taagan inaan iska fadhiistaa anugu waa arrin xun buu tilmaamaya inaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo taagan anugu fadhiisto idan nebigu dhadhan bay u samaynaysay markuu kelidiisa noqdo xudayf ibnu lyamaan baa wuxuu leeyahay nebigaa ku xidhay calayhi salaatu wasalaam habeen isagoo tukanaya dabeetana albaqruub bilaabay buu yidhi markaasaan sidhi buu yidhi dee malaa ilaa 100 ayadood 100 ayadood waa jis dhadhow jisku waa 100 iyo 200 iyo 40 meelaha waxaan sidhi buu yidhi ilaa 100 ayadood markuu akhriyo wuu rukuuci doonaa markaasuu ka socday buu yidhi 100-kii markuu akhrinaya buu socday wuu waday waxaan sidhi buu yidhi malaa uun dee suuradda markuu dhammeeyo hadaba suurat albaqara waa imisa 200 iyo 80 ayadood waa 2 jis iyo dheeraad waana ragcad weli waxa loo taagan yihin waxaan sidhi buu yidhi malaa markuu dhammeeyo albaqru rukuuci doonaa dabeetana suuratu nisaa buu bilaabay buu yidhi markaasuu haddana nisaa dhammeeyey dib buu soo noqdo haddana suuratu aali cimraan buu bilaabay buu yidhi markaasuu haddana aali cimraan dhammeeyey waa 3 suurad waa 5 jis meelaha ayuu ragcaddii koowaad ku akhrinaya waxa kaaga daran siduu akhrinayay mayuu dudubinayay maya rabbigii buu la munaajoonayaa la hadlaya wuxuu leeyahay mutrasil buu ahaa si degan buu akhrinayay weliba buu leeyahay hadduu soo maro aayad tasbiix ka waramaysaa wuu tasbiixsanayay hadduu aayad baryada ilaahay soo maro waa ilaahay buu baryayay hadduu aayad yacnii qur-aanku wan uu akhrinaya wuxuu sheegayuu la dhaqmayay intaa maxaa dheer wuu rukuucay buu yidho intii uu taagnaa in leeg buu haddana rukuucsanaaday buu leeyahy yacni in 5 jis laga akhriyay ku dhadhow ayuu haddana rukuuc waday wuu soo toosay buu leeyo intii in leeg buu haddana taagnaayo ilaahay baryayay
وسجودة انت لا يعني وحط الماما يا قيام كيسية سجود دي سية ركوع دي سية وحبا ينا يسكو لدواية قيام قرمو ديريني إذا ما انتو أدبو ديريني حان وقدن لنا رمان حان وقدن لنا الماما إنا إلهي بوهشني عبادة دا دا نسميني سي إلهي إنو كفو قدابانو دونيني إنو ربي قيل لها بلابو معان سني قفكو لذدة معان كان مركو لدميوه وكا قد سنياي قفكا كالي ولذلك بسيدو التاقنا نبقى عقها براري وكاسا عائشة واحد تل إلهي رسول كيسيو محاد سيدان وياليسا إلهي بابا الدم بقى قهرية الدم بقى قد ما بعدك نافه الدم ببلغو مقريني ما أدنا ستي دوم حتى يسوع عذابيسا وصمينيسا نبقى عليه الصلاة والسلام حكولي وميانا نقونينين أفلا كون عبدا شكورا قف ما هذا نقه إلهي سبحانه وتعالى وانو ما هذا نقه يا أبو تلمامي أيها الأحبة وحين الله نمركة إحصان العبادة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مقامات كاسد إحضابي علماء دكات الماما مقام الخوف والمشاهدة هي مقام الحياء والمراقبة هي مقام الأنس مع الله هنا دادقوا إلهي كعب صنع يا وحص ما يسو ورميسانين وكوارك أيوه يينا دلهي كحشون وسؤال درين سنتا ينكو طالعان ايو ملك استوات شو اكتبه يينا دلهي وهشاني سبا وينا دساقا لتشو اكتواد معان سنسو ولذلك باع علماء المسلمين تاقار كم اذا وحا لغشا يغا انا يولين شرين جنة دا الدون كنين كان كل دميني جنة دا اخرى كاسر دا من قران مايو جنة دا شيغا يا وحويان الهي كحرين كيس انا عبادة دور ندم كو سمايسو انا دلهي ويني دي سدرينت إن إلهي وحن نمعك سيئة درانتو إن إلهي مهد نقي سبادي سيد إن ربي قال سبحانه وتعالى وهشتت كاسي وإحسان كقيب كمدا إلينا وحن إليه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إحسان كاسي السمائية وصمفلوا عبادتي إنكو الصمفلة إلهي سبحانه وتعالى وحن جعليه قوة صمفله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وإن الله لمع المحسنين إلهي آيات بدن القرآن قلت المامية دتك إحسان كالسمية أجر كودينا إلهي اللومنين إلهي أنت محسن كالسمها سميسة إنه معود أيهي أيها الأحبة هدين ربنا إلهي إنه كوهي إليه إنه كو قرقاره إنه نلاش كوف ضيديه وحينو بهن عبادة دينه إنه إدادا سميسة عبادة دينه إن إدادة سميس هدو قفكو نوعا نقضه أعماشي سين تصوحر دانا وحين نقوني ساميدو كو إحسان سمعين أيو ويوحد أغيين ربي طالعا أيو إذن في كل أحواله يتعامل مع الله قفر وحك استو قبان أيو كيئي ما يحق داتك كسهر شيدا يوحو كيئي ما يحق ربي سبحانه وتعالى هدو وحصد قضيسان أيو إلهي بيقول دوانا يا وحفي عمو صدقين يا إيجي ما يقفك نصين يا كوي هدو هدلا يو وحوان أكسن بوشيغ يا وقولوا للناس حسنا بايلاي دتك السما كلها وايو إلهي بو مراقبة دي سيوغي إن ربكي داوانا يو إلهي بو كحشان يا ربكي وكم قلو حفكي سكوحن تاسي وحي كان سنسا هدي الإحسان في العبادة دعضه أوتوماتيكالي وحكرنا لنا يا معاملاتك أقول لهم إنه إحسان كصوغلات قفك مؤمن كان معاملاتك سوحي قادة حديثك صحيحة هاي مسلم صوصر الشداد بن أوس إنه النبي قولي عليه الصلاة والسلام أركو وحكا لوردان شاقيبا إن الله كتب الإحسان على كل شيء إلهي وحوالبا إن إحسان لغو قبطه سفيعا لغو قبطه أيا ربي فرق ضدك وحتى أبا ربي لي هدا وحدي ليسان سفيعا ودلا قف دل لغو حكومي ومحكمة دل ليسو إن تمثيل لغو سمايا ما بنانا إن لغوغويا ما الله تورشر قرأيا ما الله عقابا ما كان ما بنانا حتى هداد وحق ورعي سيانبا ليلي ديقاك نيفاريا وحبات غليسا فأحسن الذبح با إلهي لي قورع وناتيا ووحو نبقو إلي عليه الصلاة والسلام مديدا دا يسوغو نيفكو كواركا إن سوا صوفيسا راويسا كو قورعي مدى كركري سوا وحبتشرينين هكو قورعين مدي أفبادا هكو قورع ونبقى حليه فليرح ذبيحته
هو الراحية نيف كانوا جورا عيو إذا قفك مؤمن كي وح كستو وقبنا يو إلهي بكوب بنيين الحوالا قلطه لكن هسلعنين سيدا وغف ضد النفط وقب حكرته وجورا علينا فريا هدي أي مركار دبودو إنه إحسان ك عبادة الصمين إنه واحد دبوب يا إحسان كي لا ينفر يوردن أكل إنه دب نقضه ومحاكمة ده إن والد كي لا صم فلو الدائرة الأولى كوجود هو والد إن لا صم فلو أتقول إلهي كعب سنة سبحانه وتعالى دائرة ده الله بعدك حق ذوي القربة ورانكو حتى المامية قرابة ده إن لا صم فلو دائرة ده تاكو حق تكسي أقدر دو مجتمع أنتي ضعيف كا اليتامى والمساكين والفقراء يوحي لمدة إن لا صب فلو دائرة ده كاكسي دروكسا مسلم كعموما إن لا صب فلو دائرة ده تاك دروكسا مخالف كقف كا حتى كون كل الدين هين إن لا صب فلو هدانو محارب هين ضد قالكوا قلت شرو موضوع الجهاد ده شو قار لكن مركا النبط هاي كون ألد كنتين وكلا مركا هاي إن لا صب فلا بدين تبين فريسة بل إن دتكو الضعفاء وحلاصين كره والله صم فارك كره ضعفاء يقول شيء جنوا ما هي عتك صوابها قال كزكاة لسين كرين زكاة الله مسيو لكن صدق هذا عام كوا لسين كره هدو باهين يعني هدو ضعيف يعني هدو شارك هاي هدو قرابة داي ولا سين كره سيدا وجد دائرة هذا صار الله صم فريا مركي بشر كنا أفتو وهلا يدو واحد صم فلي صم هاي حيوانكي ونبي عليه الصلاة والسلام وحت المامية قف دمرة أيا نار تكوك شيء بسد مكلال بسد مكلال بقف دمرة نار كوك شيء دبتنا نبي قو حيري واي حدا أو وحي عنتر ما يسينين من يسيد دينين لول كذا ده هو أرساخ دكته مركب بسد بيت تورشر قرايس هل كان بيساي حدا يكون ضد كان قاضينا يا محمد مالي أنت ماشي كوحدا نفط السوق كيرية هدي بيساس اللي سكو عذابي عكس كذا وح النبي عليه الصلاة والسلام نين روايات كقارقودنا جوار بكسار تيزانية ده محن أي يا ده الراد دم كسار بحدا عيل بيوت تبى تنوى يكون رادع ويكسر عبت مرك سار بحدا أي واحد ده بده وقلت من أي عيد عنا يه الراد رادد الرادا وسأتي الكم وحية هيوك لا هي دابا انا دابا نقول نقط خفكادي مو قادي مو قوا بهلدا خفكي عكت اللي قال لي متكمد انت بيه درتي افكا كسو قاد دابا انا وحي سو كرتي ماشي هو كصباح داي و ورابس نبي نقول له عليه الصلاه والسلام الهي با او ما حد نقي فعل كيداي سميسي او دمبيغيدي دافاي لعلها قد تابت لكن حديث سياسه الماميه ما حنا قد لاني قفكو إحسانك مركزك واتسك استواد إحسان فشو شريعته يكون واقض قرآن كقصار رأي والد إحسان فلكي شار إحسان فلكي إن قرابة إحسان فلكي قرآن بدأ بقصار نصوص بدنا حديث قصار إن بدنا بعلم ما دويدن كورنتها لكن وحاسو نبي وحي لنا وحي كرت بمان وصيدا وقفي عن لا سمايا مركو قفك ربي كحدني أعماشا وقبنا يو وكد حركة يا ربي عد الله مع مولا يا إتهي إلهي سبحانه وتعالى هدو خلق جوس ما فليه حشادو إلهي كحشانية عبسيو عذاب كيس كبقيه أركتيو إلهي هو مهد علينا يا نعمة وسيين وجا أبال مري وحاصرنا إنه إلهي درتبو وضع سيدا وجد نبو عليه الصلاة والسلام وحينات المامية وحولوا عملاين الصبينه توحيد قالوا إحسان سمية وصف عن إلهي لاقرة نبي جي سنصفي عن لورا على لو وينية صلاة اللو إحسان سمية وسق روح بدن للوت كذا وإله اللو حدمة صوم كاللو إحسان سمية واتي اللي وده هذا قال من كان السمين إلى وهاللو إحسان سمية محل إذا حج كاللو إحسان سمية وقف كحجة فلم يرفض ولم يفسق من نبوي أنا أفهمه هي فاسق نمو مدنك صابحني حج كاللو حكسان غضابا لدي كيومي ولدته أمه سليمانتي هو يضيد الشيء سقول دم بملخة وحاسو أعمالي وحي شيء جيان إنه كو صمف الله وحا إنه صمين النور
waxaan u malaynayaa waqtigii sanadda waa gaadhay. sidaa ogaad waxaanu leenahay qur-aanku alfaada tirada badan leh ku soo aroortay ixsaanka ka warramaysa dhammaantood waxa ay sheegayaan qofka muslimka ahi inuu samafalo cid walba uu samafalo shaqaalaha kuu shaqaynaya ha noqoto yani nabigu wuxuu tilmaamaya qofka shaqaalaha wardhididkiisu intaanu engegin wixiisa siiya buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha meermeerinin ka wecweecinin hore wixiisa u sii qofka mu'minka ahi xaaraanta ka dhowrsigeeda ayuu ku samafalaya dhawaata inu dhi wuxuu ka xishoonayaa waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa raalli ka ahayn inuu sameeyaabu ka xishoonaya sidaa awgeed ayuu wuxuu isku dayayaa wax walba ilaahay baa dayna leh wadaruu dhaahira alithmi wa baatina ina aladiina yaksibuuna alithma sayujzawna bima kaanuu yaqtarifuun waxaan kusoo koobaya marka cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka hadday gasho rumaysto inuu ilaahay uu arkayo waxa kale oo dhammi way hagaagaan waxay culamaa taariikh wariyaan cumar bin ulkhaaab waktigii uu amiiru lmuuminiinka ahaa buu habeenkii intuu ninka haysto ayuu wuxuu soo mari jiray xaafadaha iyo dadka oo wuxuu eegi jiray bal cid cabanaysa wax dhib oo jira kor meer habeen buu soo socday dabeetana wuxuu maqlay xaafad inan iyo hooyadeeda wada hadlaya islaantaa waxay tidhi na caanihii biyaa ma ku dartay caanihii suuqa aroorta la geynayay ayay islaantu rabtaa in la badxo biyo lagu daro markaasa inantay waxay tidhi hooyo cumar baa mamnuucay oo yidhi lama ogola caanaha in biyo lagu daro islaantii baa waxay tidhi ina amiiru lmuuminiina laa yaraaka laan laa yaraaki laan amiiru lmuuminiinku dee hadda ku arki maaye tidhi shaqada inoo qabo amiiru lmuuminiinku hadda ina arki maaye shaqada qabo bay tidhi inantii baa waxay tidhi ida kaana amiiru lmuuminiina laa yaraana faina rabu amiiru lmuuminiina yaraana haddaan madaxweynuhu ina arkaynin amiiru lmuuminiinka rabbigii baa ina arkaya bay tidhi ilaahay baa ina arkaya sidaa awgeed ma suurtagala bay tidhi inaan markuu amiiru lmuuminiinku ama ilaahay marka dadku joogaanna inaan adeeco markaan keli u baxana inaan caasiya suurtagal maaha marka dadku ay arkayaanna inaan ilaahay ka cabsado aanan caanaha badhxin marka aan gaar u baxana inaan wax badhxa suurtagal maaha waxay yidhaahdaan cumar baa guriga albaabkiisii buu calaamadiyey dabeetana waraysi buu doonay war reerkaasi waa kuwama reerkii baa loo sheegay inantii baa looga warramay inantaa miyaa la qabaa may inamadiisii buu isugu yeedhay dabeetana wuxuu yihi waryaadhe anigu nin weynoo da-aano hadda dumar warkood ma hadal hayo laakiin haddaa cid un guursanaysaan reerkaa inanta joogtaa waa inan ilaahay ka cabsanaysee warardo taa guursada inamadiisii mid ka mida baa guursaday waxay dhahdaan waa ciduu ka tafirmay bay dhahaan cumar bin cabdilcaziis amiiru lmuuminiinkii cadaaladda badnaaye iyaga ka dambeeyey waa tafirtii gabadhaa yar baa la yidhahdaa oo habeenkaa dhegaysanayay cumar bin khataab waxaynu uga dan leenahay haddii uu qofku ilaahay cabsidiisu ku waaweynaato oo uu cibaadadiisa ixsaan ula yimaado cibaadadaasa waxay keensanaysaa inay xumaha kale oo dhan ka reebto iyadaa keensanaysa hadday salaadiisu dhab noqoto uu rabbigii habeenkii ku xidhmo waxay yidhahdaan markii waqtiyadii hore nin baa ayaa qola saxaabi yidhahdaa ninka hebeli habeenkiina salaadu tukadaa maalintiina waxbuu yaro qaadqaadaa nebigu maqlaya calayhi salaatu wasalaam kaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sidaa aad sheegaysaan hadday jirto ina salaatuhu satanhaaha buu nebigu yidhi salaadiisaa ka reebi doonta yacni war kale uma baahna hadduu nin habeenkii intuu istaagan yahay oo rabbigii ku xidhma
طبيعة النوع عاسية إنه ربي جي كحرين يهي إيادا السمين دون تبو نبي قولي إنه نلوشي سكان تراشو وقعنتي سكان تراشو وقف دور صار نوضو دبا أيها الحبة وحن لأن ملك استاد شوكتان إلهي كحرما كحرنان تين إلهي كحرنا إنه حرنان ردا السمين سام كحرنان إنه عبادة دين السمين إنه نقطع عباده معنى السمين سام عبادات دريمي سو رب السماوات والأرض بيده الملك وهو على كل شيء قدير إن تكحر أنت والله هذا ليس ما أنت هذا وحي لك وقبص هذا أنت تكوح الغياب ينوع عرر ومركي بك فكره وارتلو يا يقول له وانو تقه صاحب قرابه طل يا وحبا الباب كده وبكرة ضد برطه الباب غنية وحوالي باك تيسي يالينو كده وبكرة وانت تهبين كيس تاكتين اد ربك بريدي دو تكتت الباب كالهي بك بشر ككدو لكن ما دام ماديات كو ينو قلت ربتين اخيرا وحين نقول نداد اسبابتون اعتمادون سببت ايو مغطى لكن رب السماوات والارض مسبب الاسباب كبانو ينو مغطى سببت با اله فضيدية اذا هدين ربنا نولشنا الدنيا فضوداته dadka marka la yiraahdo cibaadeysta caynka waxay ka fakaraan inuu islaadaan de aakhira loo jeedayna ku anfacdo war aakhira uma jeedno tanbay ku anfacaysa tan aynu joognay rabnaa wixii hagaajin lahaa nolosheena inay nolosheena adduunyo shaqadeenu aqoonteenu cilmigeenu caafimaadkeenu tacliinteenu dadnimadeenu inay hagaagtaynu rabnaa waxay leenahay waxay ku hagaagaysaa markaynu xidhiidhkeenu ilaahay la leenay uu qurux badnaado marka aynu gaadhno xad ducadeena rabbi aqbalo marka aynu gaadhno xad waxaynu doonayna inuu ilaahay weydiisano xad aynu basharkaba ka maarmi karno wa al-unsu ma'a allahi gaadhno inaynu ilaahay u heshano oo marka quraanka akhriyaysa uu dhadhanku sameeyo ku macaanaado oo marka salaatu kanaysa uu ku macaanaato oo marka wardinaysa ay ku macaanaato oo cibaadaad ku dhadhanku sameeyaan oo xumuhu kala qadhaadaado حمه هي حنطة هي وركة الركتة هي بنت هي وحنا الدنيا آخرة ترى وحكترين تتكون أنت بدن وح وضع أكو سايكولوجي كم واحد هذا مرر بدن بين بني آدم كو عقل جيس استعمال بين هذا إبل شدة هي دتك هي وحنا وركة هي وح ومسك جنب غما وهي هدو عقل جيس استعمال لها بيلين وح بدن مصمعية إن دتك عقل جيس استعمالين مياو بهنتين بروف صدقوا السيجار كما عبوا وحو ترى عدت السيجار بواح ترتم يا مغاشين مد عالم مد علماء مد ساينسية أنا مد عدت السيجار بفائدة لما مغاشين ما يا وحيا لما لي تكون سوس مهيات دوشة كا غوري السيجار كا دوشة سمحاك غوران وروا خطره هسكو عبي وحلقة قادة كسرية وحاية وعاسة وخطرة عبي ما كون دول قران دوشي سكو قرانتي كورا دي قوة أركي هاد دول قوة عاقدة وروا سنة يسكو عبنا ترامي وسكيرا قرقرين ايها عقل قم يوچرا مسي مچرو يعني عقل قال ما يستعمالي إذن بن هادم كان هذا ركيسا مرر بضم بيسكو عقل قيسا قابا وديدا ينو استعماله ونفتي سيا شهوات ونفسي وحيس كدون دون يسوك له واستعماله مثلا خبري aadana hordhe wuxu rubaysay one of the boys in it waxyaaba ugu boys in san dunida inuu kamid yahay alcoholku wa poison haba ma taro haddana wadanada leedeen horay u mareen waxay yiraahdeen laba habeen dadku way fasaxayeen inay waashaan shan shan wala shaqeeya labana wala walaada wadanka in yaro ilaalisa looga taga oo la yiraahdo iyagu gaadhkay ku jiraan iyo waxasi ku jiraan intaasa wadanka oo dhan ilaalinaysa wadanka intiisa kale maxay labada habeen u fasaxayeen inay waashaan ka waran dad dhanoo isku waafaqay ummadda intay ugu badan laba habeen ha waalato in yarina ha meer qabto wadanka ha ilaaliso yani ma aqliga la isticmaalay waxaan uga dan leeyahay war diintan iyo cibaadaadkan haddaa si dhaba u raacdaan aqligiina ifi doona aqligiina noqon doona ku garta maxaa wanaaga maxaa xuma ah quraanka iyo diintan akhriyaysa ba dhadhan idin samayn doonta marka waxaad macaansan doonta oo dhadhan kuu samaynaysa ilaahay dariiqiisa inaad hayso aakhiran la kulama sugaysee inaad dunida tan
إلهي وأبوابتيده كوغفره قناعة كوغسيه وهذا قناعته نولشنا يكون معاناته السماي سمية. إذا وحي لنا الإحسان في العبادة إحسان ككلال لغو الرمودان سيغفروه والد الله سما فلو شار الله سما فلو أصوان الله سما فلو مساكينة وحاصرنا وحفروه كان يهدو هقاقو هدو هقاقو حرير كينو إله إلا الله سبحانه وتعالى والنبي قمرك إلا ويديه وكتل مامي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلهي جدك قمر هينو وهنوني. السلام عليكم.